بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم مهندس إنشاء عمر الشهابي. هنتكلم النهاردة عن تصميم السلم بطريقة الشرائح. طريقة هي إن إحنا بنبدأ نقسم السلم إلى شرائح، وبنعمل الشيل والمتشال فيها. زي ما إحنا شايفين دلوقتي، معانا الرسمة بتاعة نموذج للسلم، متكون من 4 كمرات، 3 كمرات في منسوب الدور، وكمرة ماشية مع القلبة الوسطية للسلم، وقلبتين متوازيتين، وصدفة في منسوب الدور. عندنا الأبعاد 44، وهنا 74، وهنا الصدفة دي اللي هي 1 متر 20 في 1 متر 20، والطول الأفقي للقلبة هنا 1 متر 80، وطول أفقي القلبة دي 1.5 متر. توزيع الأحمال على السلم ده، أنا هشيل القلبة دي، القلبتين دول، وهتبدأ تحط الحمل بتاعها على الكمرة اللي في منسوب الدور، الكمرة المتكسرة زي ما نشوف دلوقتي. هنرسم دلوقتي ايه المنظر بتاعها، يعني هي هتبدأ توزع الحمل بتاعها كده، تمام. هي تعتبر بتشيل الحملين دول، هي القلبتين دي كده، قلبتين دول بالظبط كده. هتشيل القلبة دي، من النص كده، النص للنص، تمام. تشيل القلبة دي وتشيل القلبة دي، بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى القلبة دي أو الصدفة دي متشالة على القلبة دي والقلبة دي، والقلبة دي متشالة على القلبة دي والقلبة دي، إنما القلبتين دول بيشيلوا الحمل اللي جاي من الصدفة واللي جاي من القلبة دي، بيحطها على الكاميرا دي اللي هي الماشية المكسورة المكسرة اللي ماشية مع القلبة، والكاميرا اللي في منسوب الدور. بعد كده خدنا الشرايح بتاعتنا زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. كل اللي فيها بقى هنا المناسيب اهي لمنسوب زيرو، مشينا طلع لمنسوب 1 متر 5 سنتي، ومن 1 متر 5 سنتي طلع لمنسوب من القلبة دي 1 متر 95، من 1 متر 95 في قلبة موازية دي هتطلعنا ل 3 متر اللي هي في منسوب الصدر. هنبدأ ناخد الكلام ده ونعمله دي اكس اف زي ما حضراتكم شايفين كده. هناخد الكوبي ونفتح صفحة جديدة، تمام. علشان احنا بنشتغل على الاكس والزد، هظبطها كده، ظبطت. اخدها اعمل لها موف، تمام. اعمل لها موف فيزي، تمام. بعد كده اسافه كده اكس اف، تمام. بعد كده اقفل ديكسيف ده، وابدا اروح افتح برنامج الساب. بعد ما فتحنا برنامج الساب، هنبدا نعمل نيو موديل، نتاكد من الوحدات بتاعتنا انها اشتغلت طن في المتر، تمام. كونكريت سميها كونكريت، هبدا اعرف الماتيريال كونكريت، الويت بير يونت فوليوم 2.5، مودلس بلاستيستي 4400 جذر في سيو اللي هي 2.2، 5 اصفار، تمام. اوكي، اعمل ديفاين للسكشن بروبرتيز. عندي اول سكشن يكون كده ريكتانجلر، يعني الشريحة عندنا متر، 1 متر، تمام. في السمك، عايزين نجيب السمك منين بقى يا جماعة؟ بكل بساطة دي عبارة عن شريحة بلاطة، هنجيب طولها. هي بالنسبة لي هنا سيمبل، انت بتشوف بقى هي سيمبل ولا سيمبل كونتينيوس ولا كونتينيوس من اتجاهين، وتبدأ على اساسها تشتغل على اساس الكود المصري. والله لو سيمبل هتبقى الطول بتاعها على 30، لو كونتينيوس من اتجاه واحد هيبقى على 35، لو كونتينيوس من اتجاهين بتبقى على
الطول بتاعها على 40. هبدأ أعمل هنا بولي لاين عشان نجيب الطول بتاعها. تمام، ليست. من الليست هبدأ أشوف الطول بتاعه كام. طول 473 سنتي. هبدأ أفتح الحسبة، 73 على 30 هتديني 15.7، يعني 16 سنتي سمك البلاطة. هدخل هنا، هتبقى سمك البلاطة عند 16 سنتي طبقا للكود المصري، أو ممكن تفرض انت بقى السمك عادي زي ما تحب. بعد كده اد كوبي بريبرتز، هتبقى 1 متر الشريحة التانية. في انا عندي هنا يا جماعة السمك ده يختلف عن السمك اللي هنا، لان السمك اللي هنا فيه الستبس اللي هو السمك اللي بيقوم المومنت، اللي هو ده، ان الحديد هيتحط من هنا كده لحد هنا، وده يبقى ده الكفر، الكفر ده، ويبقى دي من اول الحديد لحد الكفر. تمام، طب دي الاستبس، دي الدرجات. تمام، انا عايز احط وزنها معايا وعايز اديها سمك، فبالتالي هقوم جاي اعمل افريج هنا، اقوم واقف من نص الدرجه دي لنص الدرجه دي. هيظهر عندي ايه بقى؟ هيظهر عندي الحته دي فاضيه والحته دي مليانه فيها كونكريت، فيها خرسانه، فبالتالي عايز اسيح الحمل. قال لي يا ترى لو انا قصيت الحته دي كده وقمت حاططها هنا، مش ده هيبقى السمك ده معايا؟ السمك ده هيبقى معايا، يبقى ده كله السمك بتاعي. فبالتالي انا هنا رسمهم اهو، الاخضر الجزء اللي فيه خرسانه والاصفر الجزء اللي مفيش خرسانه. اعمل لها مو واخلي الجزء اللي فيه خرسانه هقطعه خالص واحطه في الجزء اللي مفيش خرسانه. الجزء ده هقوم قطعه واحط قلب المثلث في الجزء الايه؟ الاصفر، ويبقى ده السمك كله. هنا هجمع على 16.75 اللي هي هتبقى 23.5 سنتي، والدبس هنا 2 2 3.5 سنتي. تمام، بعد كده هبدأ أعرف قطع الكاميرا. الكاميرا هنخليها 25 في 60، الدبس عندي 60، الويتس عندي 22.5. تمام، أبدأ آخر حاجة هعرف اللود باترن. عندي هنا دي اللود وهنا لايف لود، السيلف ويت الدبلاير بتاعي بصفر، اللايف لود في عندنا في اللود كفر هنسميه اذر تايب بتاعه، والول، واخر حاجة هسميها اكس، هنعرف يعني ايه اكس كمان شوية. بعد كده هعمل الكومبو بتاعي هسميها التيميت. هنا دي اللود في 1.4، الفلور كفر 1.4، الول 1.4، اللايف لود في 1.6، الاكس ملهاش سكيل فاكتور، هنعرف ليه دلوقتي. بعد كده ابدا اصدر او استوردها من البورت من تي اكس اف بتاعي. دلوقتي حاجة اسمها جلوبال اب دايركشن. جلوبال اب دايركشن دي بكل بساطة هو المحور العمودي على المحورين اللي هرسم عليهم. انا هرسم في اكس وواي، هرسم في اكس وزد، يعني هتبقى اكس وزد، فبالتالي المحور العمودي عليهم هو واي. تمام، ابدأ اختار الفريم ستيبس اللي هنرسم بيها. بعد كده ابدأ احط محور اكس وزد و اعرف القطع بتاعي، فريم سيكشن بتاعي اعرف مثلا كلهم كده، كلهم خدوا قطع متر في 16 سنتي، عمق 16، بس الميل ده او القلبة اللي فيها ميل دي طبعا القطع بتاعها مش كده خالص، القطع بتاعها اللي هو متر في 23.5، ده القطع الحقيقي بتاعها. تمام، فاضل اخر حاجة دي الكاميرا، الكاميرا المايلة مع السلم، هديها قطعها الحقيقي. قطعها الحقيقي كام اللي انا معرفه؟ 25 في 60. بعد كده اعمل اكسترود فيو ونشوف اللي احنا عملناه ده مظبوط ولا مش مظبوط. تمام، دي الكاميرا فعلا اهي، 25 ويدث في 60 ديبس، ودوت الشريحة اللي ماشية مع الكاميرا اللي هي دي الشريحة دي اللي هي دي اللي هي دي. تمام، والشريحة دي اللي هي شايلة الشريحة دي وشايلة الشريحة دي اللي هي فين؟ اللي هي دي كده دي. بعد كده دي الشريحة الأخيرة اللي هي محطوطة على الشريحة دي والشريحة دي.
اللي هي دي. تمام، أبدأ أرجع في الإكس والزد وأشيل الإكسترود فيو خالص، وأبدأ أشتغل وأحط الأحمال بتاعتي. قبل كل ده هعمل طبعا السبورت بتاعي، نسيت أحط السبورت، أحط السبورت بتاعتي، هنجد طبعا، جوينت ريسترين هنجد، حطيت السبورت بتاعتي. الشرايح دي كلها يا جماعة عليها الفلور كفر وعليها اللايف لود. بعد كده بتنقل الأحمال بتاعتها إلى الكمر، الكمر في منسوب الدور والكمر اللي مايلة مع السد. تمام، بعد كده هبدأ أحط الأحمال بتاعتي اللي هي اللايف والديد من الفريم لود ديستريبيوشن. عندي هنا الفلور كفر بوينت 15 أبلاي وبريفيس سيلكت، وأبدأ أجيب اللايف لود على السلالم لأنه منشأ مهم أو عنصر مهم بوينت 3. تمام، هتفضل الول، الول ده طبعا على ايه؟ على الكمر، مش على الكلام ده، مش هايل. اول بعد كده ابدا اعمل لها اف 5، نبدا نعمل رن، نشيل الموديل خالص ونعمل رن. تمام، هاجي اسيفها، اسميها مثلا 4. ده الديفورميشن شيب بتاعها، ده الانيميشن اللي بيحصل عليها. تمام، انا كل اللي محتاجه هنا ايه؟ محتاج اطلع الرياكشنات بتاعت الكلام ده كله، ادخل على جوينت والالتيميت واطلع الرياكشنات. ادي ال الشريحة دي مدية او منزلة حمل 1.69 من 100 طن على الجزء ده، والشريحة دي منزلة 2.707 على الجزء ده اللي هو البسطة اللي هي في البلان هنا. دي منزلة رياكشن على دي 1.96، ودي منزلة رياكشن على الصدفة دي ب 2.06، 2.07. هنبدأ نفك القفل ونحط الأحمال بتاعتنا الحقيقية عشان نقدر نصمم. اختار دي وهي نازل عليها حمل عبارة عن اكس بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو الرياكشن، هو كده كده جاي التيمت، فهو عبارة عن 2.07 في النقطة دي، والحتة دي نازل عليها حمل عبارة عن 2.169. تمام، بعد كده هعمل F5 ورن. تمام، كل اللي انا عايز اجيبه من هنا ايه بقى؟ عايز اجيب الرياكشن اللي جاي من القلبة دي، اللي هي القلبة الرئيسية اللي هي القلبة دي، لأن القلبة دي هترمي على الكاميرا المكسورة دي وعلى الكاميرا في منسوب الدور. وبالتالي عايز اجيب الرياكشن اللي جاي على الكاميرا المكسورة هنا كام؟ 5.83. هفك القفل خالص وهحط هنا 5.83، 5، هو في الاكس. تمام، 5.83. تمام، بعد كده هحط الول لاني على هول الكاميرا دي، انا هصمم كاميرا كامله. هحط الول، حمل الول ده بقى عباره عن ايه؟ بكل بساطه نشغل على الحاسبه كثافه الطوب 1.8 في 0.25 اللي هو عرض الطوبه، في الارتفاعها بكام؟ ارتفاعها عبارة عن 3 متر ناقص 6.6 اللي هو سقوط الكاميرا، هيديني مثلا 2.4، هيديني 1.08. احط هنا 1.08 بس مش في، لا هي بقى مش في الاكس، اسمها في الول بقى. تمام، بريفيس سيلكت في الول. تمام، هعلم على دمى تحط لهم الحمل بتاعهم اللي هو أسان راح الإكس 5.83. تمام كده حطيت الأحمال بتاعتي. تمام أنا هنا بقى أقدر أجيب المومنتات بتاعتي وأبدأ أسلح. خلاص أنا شيلت القلبات على بعضها وشيلت من القلبة على الكاميرا. تمام،
هنا لو رحت على الكاميرا هتلاقيها مطلعة 12 طن. 12 طن دي راحة على العمود على طول، اللي هي هنا كده رمية على العمود على طول. الكاميرا دي رمية على العمود على طول 12 طن 12 طن، والقلبة دي رمية على الكاميرا هنا 5 83 طن. تمام، هبدأ بقى أجيب المومنتات. المومنتس عندي M33 وشو فاليو، وعايزينها في الألتيميت. تمام، هبدأ أنزل هنا. دي الشريحة دي اللي هي الرئيسية اللي هي دي. هبدأ أجيب المومنت، أكبر مومنت عليها 54، في السمك هنقول 13، هنقول 16 هنا. بعد ما فتحت شيت الإكسل هتعرف عليه. الإفيل عندي 3600 اف سي و250. الكفر خلاها 2 سنتي. عندي هنا أول مومنت عندي طالع 5 و5 4، هو بيتغير لوحده هنا. والسمك 160 مليمتر، والفاي 16 اداني 8 فاي 16. بعد كده أروح أجيب الشريحة التانية اللي هي واحد عليها مومنت 1 و14، اللي هي الشريحة دي، هشوف هتطلع قدين. هنا 1 و14، والله السمك 160، والفاي 10 هيديني 5 في 10، 4 في 10 مينفعش 5 في 10. وطبعا هنا موجود كل الكلام اللي هو السي والسي عادي والجي والدي. تمام، آخر سيكشن خالص اللي هو القلبة المايلة دي، اللي هو طلع مومنت 1 و51 طن. هكتب هنا 1 5 و51 طن. السمك كده يديني 5 في 10، 5 في 10. تمام، يبقى هي القلبة اللي شايلة الاتنين هتتسلح 8 في 16، والقلبتين الاتنين هيتسلحوا 5 في 10. بعد كده اجيب الشير، هجيب هنا الشير، شير 2 2. اكبر شير فيهم اكيد هيبقى على ايه؟ القلبة اللي شايلة كله اللي هي دي. عامل كام؟ 5 83. حط هنا 5 83، والله سيف شير. تمام، بعد كده هبدأ أدخل هنا أسلح. أسلح ازاي بقى؟ هعمل مالتي لاين، خطين، ده الاتجاه الرئيسي، خطين اهم. تمام، ايه بقى؟ 8 في 16. تمام، اعمل هنا كوبي واحط هنا. بعد كده الاتجاه ده 5 في 10، اعمل لاين كده وهسمي ايه؟ كوبي 5 في 10 هنا كده. تمام، هنا كمان تسليح ثانوي بالنسبة للكاميرا دي كده 5 في 10. في نقطة طبعا مهمة نتكلم عنها دلوقتي. دلوقتي يا باشمهندسين الحتة دي فويد، بمعنى ان لما يبقى في هنا فويد، النقطة ديت هتبدأ تقلب الكاميرا دي كده، هيبدأ يحصل لها تورشن في المكان ده، دي طايرة في الهواء. تمام، فانا لازم اعيد توزيع الحمل. هعيد توزيع الحمل ازاي بقى؟ انا شرحها هنا اهو، ده سيكشن هنا كده، سيكشن في المنطقه دي كده. فالحديد الرئيسي ده اللي هو 8 في 16 هيبان لي ازاي؟ هيبان لي اللي هو الدوائر دي. تمام، وركب عليه الحديد الثانوي اللي هو 5 في 10 اللي هو جاي من الشريحه دي، اللي هو ده اللي هو الخط ده كده. تمام، انا عشان اعيد توزيع الحمل اعمل ايه بقى؟ انا عندي ده رئيسي ثانوي، هعيد توزيع الحمل بان انا هحط كمان واحد ثانوي فوق الثانوي. يعني انا هخلي دي تعتبر ثانوي بالنسبة للحديد ده، يعني دي المنطقة دي متشالة على دي. طب المنطقة دي متشالة على دي، يعني الحتة دي، لا الحمل مش هيمشي كده خالص عشان ما يعملش ايه؟ ما يعملش تورشن. فبالتالي انا عايز الحمل الرئيسي يمشي كده، فهخلي هنا حديد ثانوي بالمنظر ده كده. كده احنا سلحنا ايه؟ سلحنا السلم بالمنظر ده كده، رئيسي اللي شايل دول،
وكده الثانوي. فاضل لنا بس تسليح الكاميرا بكل بساطة. هنجيب المومنتس اللي عليها، هنجيب المومنت 3 3 ونطلع على الكاميرا. الكاميرا بتاعتي فين؟ الكاميرا بتاعتها اهي. اكبر مومنت عليها كام؟ 10 69، 10 69 في الدبس بتاعها. في نفس الشيت هخش على الشيت، هو فيها مومنت وهيكون في معانا شير، فهنبدأ هنقدر نسلحها بالمنظر ده. هنحط الاكسيوب 250 والكفر بتاعنا 2.5 بالنسبة للكاميرا، التي 60 والبي 25، التورشن مفيش مشكلة، ولا الشير هنحطها دلوقتي. بس نجيب المومنت، المومنت طلع عندنا 10 و 6 9 مع الدبس بتاعنا والكلام ده موجود، هيبقى تسلحها 6 فاي 12. هنشوف الشير بتاعنا عامل كام عشان ندخل النتائج بتاعته. شير 2 13 و 15، 13 ده ماكسيموم شير، 13 و 15 اللي 13.5 مثلا. هنخلي الإفيه اللي بتاعته هو أملس 2400 والفاي 8، هيديني 5 فاي 8 مينيمم ستير ابسولوتيف دايمنشن، يبقى مديني 5 فاي 12 تمام، و5 فاي 8 في المتر بالنسبة للكنات، وده طبعا هتحط في جدول الكاميرا. وبكده يبقى يا باشمهندسين خلصنا طريقة تصميم السلم بطريقة الشرائح. أتمنى أن تكونوا استفدتوا. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.